بحضور أسر الشهداء، مؤسسة الشهداء تحيي الذكرى الخامسة لجريمة سباكر وفتوى الجهاد الكفائي. رئيسة مؤسسة الشهداء تبحث مع مدير مكتب رئيس الوزراء الحقوق الممنوحة لذوي الشهداء وحسب القانون وأهم التعقيدات التي تواجه أعمال المؤسسة. مدير عام دائرة شهداء الحشد الشعبي يشارك في الاحتفال الذي أقامته هيئة الحشد الشعبي في بابل بذكرى الخامسة لفتوى الجهاد الكفائي. مؤسسة الشهداء تستحصل موافقة وزارة المالية على إعفاء ذوي الشهداء وجرحى الحشد الشعبي من الديون المترتبة بذمتهم. جهود مؤسسة الشهداء تثمر عن تمديد مدة تقديم طلبات المفصولين السياسيين لمدة 60 يوما. وفد من مديرية شهداء الكرخ يزور عددا من أسر الشهداء من ذوي الاحتياجات الخاصة ويهديهم كراسي متحركة. مديرية الجنسية والجوازات وبالتعاون مع مديرية شهداء ذي قار تباشر بفتح نافذة خاصة لاستقبال ذوي الشهداء. بالتنسيق مع مستشفى الكفيل التخصصي، مديرية شهداء كربلاء تعلن عن تخفيض الأجور بنسبة 25% لذوي الشهداء. وفد من مديرية شهداء واسط يبحث مع رئيس مجلس المحافظة توزيع وجبة جديدة من قطع الأراضي السكنية لذوي الشهداء. وفد من مديرية شهداء كركوك يحضر مناقشة الطالبة من ذوي الشهداء ليلى عبد الصمد التي نالت شهادة الماجستير بتقدير امتياز عن رسالتها الموسومة في جامعة كركوك. ضمن البرنامج الخدمي لشعبة المواقع الإلكترونية، مدير قسم شهداء ضحايا الإرهاب في مديرية شهداء الكرخ تحدثنا عن الخدمات المقدمة لذوي الشهداء.